السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى تلاميذي الأعزاء في الجواب على التمرين 22 صفحة 39. طالب منا نبسطو بدون كتابة الجذر مربع. إذا لاحظوا معايا إيه كتساوي ماذا؟ جذر مربع 2 الكل أس 4. إذا هذه غادي نردها باش ما نحيد الجذر المربع، غادي نردها على شكل قوة وقوة. بحالاش؟ بحال عندي أ أس أن، عندكم في الخاصية أش كتساوي؟ أ أس أن عامل أن. إذا أنا غنخرج من هاد الأربعة هاد الأس هذا اللي الفوق، نخرج منه الجوج. علاش نخرج منه الجوج؟ باش نحيد الجذر المربع، ولكن الجوج اللي نخرج منها تكون داخل القوس. لاحظ معايا كاملة، جذر جوج أس جوج الكل أس أس جوج، رديتها بقوته قوة. علاش أنا خرجت هنا الجوج؟ باش يمشي الجذر المربع مع أس اثنان وتبقى اثنان أس اثنان، في الأخير تبقى شنو؟ أربعة. لاحظوا معايا في، في عطاوني ثلاثة، جذر مربع جوج الكل أس ثمانية. إذا الثمانية غنخرج منها الجوج، ولكن الجوج ندخلها لداخل ماشي برا القوس، داخل القوس غتولي هي ثلاثة جذر اثنان أس اثنان الكل أس أربعة، لأن اثنان في أربعة يساوي ثمانية على حسب القاعدة ديالي، أن فوا أن في أن، أن في أن قوة قوة. إذا ثمانية ربعت هي جوج في أربعة، ولكن الجوج تكون داخل القوس باش هاد الجوج طير هاد الجذر المربع اللي غادي تعطيني ثلاثة أس اثنان نفرق عليهم الأس، عامل جذر جوج أس اثنان الكل أس أربعة. لاحظوا هنا درت طبقت القوة ديالي، كنفرق الأس على العددين اللي كيساوي 3 أس 2 هي 9، عامل جذر 2 أس 2 هي 2 الكل أس 4 اللي تعطينايا 18 أس 4. ونكون بذلك جاوبت على السؤال بدون كتابة الجذر المربع. علاش؟ لأن جذر 9 في 2 يساوي 18 و 4 يبقى الأس ديالي. بالنسبة ليا دبل في، دبل في عطاوني هنا كاين مشكلة أخرى. عاودينا هنا عندي جذر 2 على جذر 3 أس 3، وثلاثة ما كتحيدليش الجذر المربع، إذا خصني الأس اثنان. هنا شنو غادي ندير؟ أنا هاد القاعدة هادي اللي عندي قوة وقوة، أنا كنعرف فاش يكون عندي ثلاثة في جوج باش تعطيني ستة في الأس، راه هي جوج في ثلاثة، لأن الضرب تبادلي. إذا أنا كان الضرب تبادلي شنو غندير لها هنا؟ هاد الكتابة غنغير هاد الأسين، جوج ندخلها لداخل وثلاثة نخرجها على برا، جوج ندخلها لداخل وثلاثة نخرجوا على برا. شنو تعطينا؟ جذر جوج على جذر ثلاثة الكل أس جوج الكل أس ثلاثة. شنو درتها؟ درتها غير تغيير ترتيب أو الموقع ديال العددين، لأن بالنسبة لقوة وقوة كما قلنا الضرب تبادلي، لأن باش تعطيني هاد القاعدة اللي كتبت في الأول، بما أن الضرب تبادلي ندخل جوج لداخل ونخرج، تبقى دايما الأس هو ستة، ثلاثة في جوج جوج في ثلاثة بحال بحال. اللي غتعطينا هنا الأس اثنان غيحل الجذر المربع البسط والمقام، لأن غادي تفرق عليهم الأس اثنان على حسب القوى ديالي. القاعدة اللي كتقول ماذا؟ كتقول أ على بي الكل أس أن هي ماذا؟ هي أ أس أن على بي أس أس أن. نطبق هاد القاعدة هادي هنايا، فرقت عليهم الأس اثنان الكل أس ثلاثة. الجذر هنا غيمشي مع الأس اثنان تبقى جوج، والجذر هنا غيمشي مع الأس اثنان تبقى ثلاثة الكل أس ثلاثة. بغيتي تكملها تعطيك 8 على 27، 2 أس 3 8 و 3 أس 3 27. بغيتي تكمل خليها بحال هكاك. بالنسبة لعندي لهاد العملية إكس هي ناقص 4 جذر 7 على 2 جذر مربع 0.5. هنا كي كنلاحظوا الأس، أس عدد زوجي. إذا كان الأس عدد زوجي وكانت ناقص داخل القوس تتمشي بحالها، راه العددين لا كان سالب ولا كان موجب بحال بحال داخل القوس. جوج جذر 0.5 الكل أس 12، متفقين؟ إذا كان الأس عدد زوجي ناقص تمشي بحالها، إذا كان الأس عدد فردي نخرج الناقص على برا. إذا كان مثلا عندك ناقص 3 أس 5 نخرج الناقص على برا ونرد 3 غير بوحدة أس 5، متفقين؟ يعني إذا كان الأس فرضي الناقص نخليها ونخرجها على برا باش ما تخلقليش المشكل، ونتعامل مع العدد ديالي الموجب بالقواعد ديالي عادي باش ما نغلطش. ولا كان الأس زوجي نحيد الناقص ونخدم بالعدد الموجب، لأن متساويين. علاش متساويين؟ لأن ناقص إذا كان أس ناقص 3 أس الزوجي كتساوي 3 أس الزوجي نفس العدد. إذا درنا هنا إكس عدد زوجي، راه ناقص 3 أس إكس كيساوي 3 أس إكس،
ولكن يكون إكس عدد عدد زوجي. سنقول عدد زوجي، العدد الزوجية 0 2 4 6 8 متغادي، يعني جميع العدد التي تستقبل القسمة على 2. نمشيو للتتمة، عندنا 4 جذر 7 على 2 جذر مربع 0.5 الكل أس 12. إذا قلنا إحنا باش يتحيد الجذر مربع خصنا هنا الأس 2، لأن يعني باش كيتحيد الجذر مربع كما قلنا في الأولى التمرين كخص ضروري تكون أس 2. إذا باش تكون عندي أس 2 كندير لها هي 4 جذر 7 على 2 جذر مربع 0.5 الكل، لاحظ معايا أس 2 الكل أس 6، لأن 2 في 6 تساوي 12، لأن 2 في 6 تساوي 12 اللي غتعطينا 4 جذر 7 هي 4 أس 2 جذر 7، هنا نفرقوا الأس، 4 أس 2 جذر 7 أس 2 على 2 أس 2 في جذر في 0.5 أس 2. كاين بعض التلاميذ اش كيدير؟ كيجي فاش كيدير الأس كيديروا غير الجذر مربع ويخلي 4 2، لا هذا راه عامل كنفرق عليهم الأس على حسب القاعدة اللي كتبت. أ بي كل أس 2 هي أ أس إن، عامل أ بي أس إن هي أ بي، أ بي قلنا أس إن هي أ أس إن عامل بي أس إن، كنفرق الأس على كل شيء، وأعلى بي اللي كتبت عاد دابا أعلى بي كتساوي أ أس إن على بي أس إن اللي غتعطينا 4 أس 2 هي 16 وجذر 7 أس 2 هي 7، 2 أس 2 4 وجذر مربع 0.5 أس 2 هي 0.5 الكل أس 6. اللي غتعطينا 16 في 7 هي 42، 7 في 1 1 11 على 4 في 0.5 هي النص ديال 4 هي 2 الكل أس 6، ونكون بذلك كتبت العدد ديالي بدون جذر مربع. هنا لو بغيتي تكمل العملية 112 على 2 هي كتحسب، كيمكن لك تحسبها هي 66 أس 6، 66 أس 6. اللي بغى يكمل العملية يدير لها هكا 66 56 عندك الحق 56 أس و 6، لأن 112 على 2 هي 56 أس 6. إذا وكنكم إن شاء الله تعالى جاوبنا على التمرين 22 صفحة 39. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.